حياكم الله مشاهدينا الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا هلا ويا مرحبا وحياكم الله، وأهلا وسهلا بكل من يتابعنا في هذه الليلة ليلة فضيلة من أيام شهر رمضان المبارك، ليلة 27. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن بالصحة والعافية على سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهد الأمين، اللهم آمين، قيادة هذا البلد، صمام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى لهذا البلد. ونسأل الله أن يكون إن شاء الله هذه الليلة ليلة خير عليكم جميعا من تشاهدون وعلى جميع المسلمين في جميع بقاع الأرض، اللهم آمين. نسأل الله أن يقبل كل دعواتكم ويسر كل أموركم ويشفي كل مريض وفكر كل مكروب يا رب العالمين. إن شاء الله لنا بالمثل ولكم بإذن الله. ننطلق سريعا في هذه الحلقة مع برنامج 20 ثانية، إن شاء الله أنك ربحان وإن شاء الله نحن ربحانين مشاركتك معنا، فأهلا وسهلا بكل من يشارك معنا، وأقول لكم حياكم الله على هذا. شايفينه؟ هذا ما أنساه، هذا الباركود، إحنا معاكم بالعيد وممكن اليوم تشارك وبالعيد بإذن الله تكون معنا، ما يندرى يمكن باكر، الله العالم. لذلك كل اللي عليك وأذكر تروح على هالباركود وتحط بياناتك، لا تحط بفلان، حط فلان الفلاني، بركات رقيان مثلا كذي، لا تحط أبو خالد أبو محمد، لا حط اسمك عشان بياناتك تكون واضحة، أو أم فلان هم ما ينفع. عسى الله يوفقكم جميعا إن شاء الله لما يحب ويرضى بإذن الله. روح وارجع لي مع متصل أقول له ألو وأقول له خذ ودور. في شهر رمضان ومع جمعة الأهل والإخوان الكل ربحان، كاش ومعلومات، السؤال علينا والجواب عليك، وبعشرين ثانية تستاهل الكاش. كل اللي عليك سجل عن طريق QR كود وشارك في برنامج 20 ثانية، وبإذن الله من الفايزين. أهلا وسهلا بأول المتصلين، أحمد صبحك الله بالخير وإن شاء الله ليلة بإذن الله مباركة عليك وعلى كل من يسمعنا، قول آمين، عسى الله يحقق لك ما تتمنى. صباح الخير يا أحمد. ويبقى مرة ثانية صباح الخير يا أحمد. صباح النور يا هلا وغلا، حياك الله، شلونك يا أبو أحمد؟ والله بشرك الحمد لله بخير ونعمة الحمد لله. ليلة مباركة عليك بإذن الله، قول علينا آمين. علينا وعليك يا رب، اللهم لا تنساني من صالح دعائك بس بإذن الله. بإذن الله، الله يسلمك. جاهز نسأل؟ جاهز إن شاء الله. تعال معي نقول لك حياك الله مع سؤالك، وسؤالك يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذا الدعاء جاء على لسان من؟ هل جاء على لسان زكريا عليه السلام، ولا يونس عليه السلام، ولا داود عليه السلام، وإلا إسماعيل عليه السلام؟ وها ودور الوقت، ثبت الوقت، ثبت الوقت. زكريا عليه السلام. زكريا، ثبت له على زكريا. دعا ربه دعاء خفيا قائلا ربي لا تتركني وحيدا بلا ولد ولا إرث وأنت خير الوارثين، أي أنت خير من يبقى بعد الكل، سبحانك ما الدايم إلا أنت سبحانك. سيدنا زكريا ولا وارث ولا إرث ولا وارث إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت صح، برافو عليك. أبا أروح للسؤال اللي وراه، توكل على الله وخلك معاي. ها بإذن أبا أدخلك شوية بأشياء إن شاء الله.
إن شاء الله أنك تفوز فيها. أحمد جاهز؟ جاهز بإذن الله. يقول لك: يا سائقي في الهوادج على طريق السلامة، لقد وصلنا لأرض بها تطيب الإقامة. جزء من كلمات أبريت صدى التاريخ اللي شدى فيه شادي الخليج وسناء الخراز في يوم من الأيام. شوف معاي. حياك الله. شفت؟ اي شفت الله يحييك. محمل يوضع على ظهر الجمل، شيء يحطونه على ظهر الجمل تركب عليه النساء، يسمى شنو؟ مقعد، خيمه، هودج، ولا كرسي؟ وشغل، دور الوقت. ثبت الوقت. لا يستاهل. هودج. روح، برافو عليك، ماني مطولها. روح. مبروك، ألف مبروك. عطني اللي وراه، لا تتأخر علي. أمل، أنتم مو ملاحظين ما شاء الله يا كثر الأمل اللي اشتركوا ويانا. ها أمل، صباح الخير يا أمل. أهلين، صباح النور يا هلا. حياك الله أمل. المعنى جميل. يلا يا بنت سعود، جاهزة؟ أهلين هلا. منو حوالينك؟ منو عندك؟ أختي بس. خلني أسمع، منو عندك؟ بس أختي. يلا، فيها الخير والبركة، فيها الخير والبركة. حلو؟ خلك وياي. عطني السؤال، يقول: كم مرة ذكر شهر رمضان في القرآن الكريم؟ هل هي مرة واحدة، ولا مرتين، ولا ثلاث، ولا مرة؟ دور الوقت. ثبت. مرة واحدة. المرة الثانية. للمرة الثانية ثبت الوقت على 17، ملاحظين ولا لا؟ ايش قلتي؟ مرة واحدة. وين في؟ مرة واحدة في سورة البقرة. يا سلام عليك، برافو، صح. مرة واحدة في سورة البقرة في آية 185 قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم، برافو عليك، صح، تكتيك سليم. انتي واختك، شو اسمها اختك؟ مها. امل ومها، عسى الله يرزقكم. معلوماتكم الرياضيه شلون هيبه؟ ان شاء الله زينه. يلا قولي يا رب. ها قولي يا رب. مها وامل وبركات من هني، ها، وإن شاء الله نساعد قدر المستطاع. يقول سؤالكم بعد ما تشوفون الفيديو، لكن الآن سمعيني عدل. حارس مرمى كرة قدم سعودي معتزل، مثل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 4 بطولات متتالية لكأس العالم لكرة القدم. شوفي الفيديو، ومن الشوف راح تعرفين السؤال. شوفي. ما رحنا بعيد، تعالي هني 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 هني. اللي شفتيه هذا بعينك لاعب، منو هو؟ شو اسم هذا الحارس؟ هل هو سالم مروان، محمد الدعيع، صالح السلومي، مبروك زايد؟ ودور الوقت. دوره الوقت، يلا دور يا الوقت. محمد الدعيع. ثبت. مصممة تبل. زين، أمل تقول محمد الدعيع، مها شو تقول؟
نفس الشيء ناويين تخسرون مع بعض ولا شنو؟ لا إن شاء الله ربحانين أكيد؟ لا والله أسمع صوتي يقول لك لا 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 ها؟ ما تخافون ها؟ لا إن شاء الله صح والله هي ليلة مبروكة ما أقدر أقول غير أنكم أنتوا صح برافو عليك طبعا هذا معروف محمد دعيع معروف بس كونكم بنات ويمكن مو متابعين قلنا يعني شوية يلا أحمد أحمد أول أحمد ثاني حياك الله يا أحمد يا أهلا وسهلا صباح الخير صباح النور الله يحييك شلونك عساك طيب الحمد لله طيب جاهز جاهز وينك عني غايب وين كنت موجود كفو عليك عساك دائما في الوجود بروحك ولا حواليك مساعدات والله الوالدة الله يحفظها ومع أخوي الله يحفظهم لك كلهم شو اسم أخوك نواف نواف أبيك تكون عضيد حق أحمد في السؤال ها بسرعة كفو عليك كفو عليك عدوا عد بسرعة سؤالك يقول ما هي صورة المبنى الموجودة على فئة 20 دينار الكويتية بطل البوك بسرعة هل هو قصر السيف ولا مجلس الأمة ولا برج التحرير ولا البنك المركزي ودور الوقت ثبت ثبت له على 16 ها جاوب أسرع البنك المركزي ها البنك المركزي قصر السيف 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 اي واحد أكيد إن شاء الله قول يا رب يا رب السيف ثبت له على السيف تعتبر العملة المستخدمة حاليا هي الإصدار السادس للعملة النقدية الكويتية وتم متى بدأوا فيها تو قريب ايوه بصح برافو عليك 2014 شنو موجود بال20 دينار بطلت ال20 ولا ما بطلت اي بطلت وما شاء الله تبارك الله يزيدك اخذ 25 تاخذهم مبروك عليك صح 100 دينار اللي وراه جاهز نواف جاهز هلا 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 بالحبيب شلونك يبا والله تمام الحمد لله ال20 طلعت من مخباتك ولا مخبات أحمد؟ لا من مخبات كافوا عليك يلا ردها حق مخباتك واخذ زيادة بعد أنت وأحمد والوالدة عسى الله يحفظها نوع من أنواع الفنون الشعبية في الكويت يصاحب عادة العود والمرواس والتصفيق سواء كانت كلمات الأغنية بالفصحى أو اللهجة العامية ليلة 27 شوف نبيك تربح ما نبيك تخسر الربح زيادة اليوم يوم سبيشل ها ما شاء الله اللي قبلك كلهم ربحانين حلو قلت لك من البداية هي ليلة مبروكة ما حد يخسر إن شاء الله اليوم كلهم 300 750 250 كلهم لا تخلون عندنا شيء اليوم جاهز شنو اسم هذا النوع من الفنون هل هو طنبورة صوت سامري ولا العرضة روح دور الوقت ها عجل ثبت ها فن الصوت
فن شنو؟ الصوت. مرة ثانية، فن شنو؟ فن الصوت إن شاء الله. مع الصوت رحت والفلوس راحت مع الصوت، برافو عليك صح. قلنا لكم ما نبي أحد يخسر اليوم، أنا متحدي الربع أقول لهم إن شاء الله بإذن الله اليوم ما في ولا واحد يخسر بإذن الله. يوسف حياك الله أبو يعقوب. الله يحييك. يا هلا وسهلا، كيف حالك؟ جاهز؟ الحمد لله تمام. إيه يلا يا يوسف ناصر، خلك لاعب أساسي في الفريق وسجل هدف مثل اللاعب يوسف ناصر. ها؟ إن شاء الله. جاهز؟ كم دولة تشترك في حدود برية مع المملكة العربية السعودية؟ هل هي 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8؟ ودور الوقت، روح. ها ثبت وقتك، ثبت 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 ثبت. ها شو تقول؟ أسرع، لا تتأخر، تكفى عشان ما يشيلك الكمبيوتر، اخلص بسرعة. 7. ها 7. ثبت على 7. ليش طولت؟ النت ضعيف الظاهر عندك. عدل، شوف انت اخترت 7 وعلى مسؤوليتك، انا اقول لك على مسؤوليتك. يبلغ طول الحدود البرية 4531 كيلومتر، ها مربع، عفوا كيلومتر. حلو حلو. يحدها كل من الأردن والعراق والكويت، ومنو بعد قول معاي؟ السعودية كبيرة، وقطر والإمارات وسلطنة عمان، ومنو بعد؟ متردد انت، حيل متردد، ما ادري ليش. يوسف. نعم. إجابتك صح. ما تبي تتفاعل، أنا بعد شو أقدر أسوي لك؟ والله ما أدري إيش أسوي، إيش أسوي. يوسف. نعم. تسمعني؟ تكفى. أسمعك. صح صح وياي، الله يرضى عليك. أعرف. يوسف. يلا. 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 يوسف شكلك مستحي منه، مرتبك، بس يلا ما يخالف، ما عليه. تعال تعال تعال. مسرحية بني صامت مثل يوسف كذي، من تأليف ملك الكوميديا الراحل عبد الحسين عبد الرضا والفنان سعد الفرج، قدمها جنبا إلى جنب بمشاركة النجمة حياة الفهد. تكفى، شوف وجاوب. شوف. الأخوة إنه لا يشرفني ويشرفكم أن أقدم لكم العقل الجبار والفارس المغوار، رئيس مجلس إدارة شركتنا العتيدة، ليلقي إليكم بكلمته. أيها السادة، اللورد حسين بن صامت. يوسف معاي؟ معاك. أكيد أكيد. يلا تكفى، صح صح شوية عشان خاطري، أدري من صوت الجيام راد. ها؟ أول مرة شارك البرنامج. إيه أنا معاك، لا تحاتي، ما راح تخسر، بس أنت صح صح شوية، أخذ وعط معايا الحين إن شاء الله. قول بسم الله، شنو اسم الشركة اللي يترأسها عبد الحسين عبد الرضا في المسرحية هذه؟ هل هي بني صامت ولا الشركة العربية ولا قنفذ كومباني ولا شركة الديرة؟ أدور الوقت. ها قنفذ. حط له على قنفذ، قنفذ كومباني، حط له، عطه الميتين دينار. مبروك مبروك، روح 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 روح. ان شاء الله ما تكون، ان شاء الله ما تكون اول مره، ان شاء الله تكون مره ثانيه وثالثه ورابعه. ما والله يا محسن ما ادري ايش اسوي، ودي كذي المشتركين يكونون معايا ابو براك حيين، بس يقول لك اول مره يشارك، ما خالف ما عليه، ان شاء الله تكون فاتحه خير عليك باذن الله. وين اروح؟ سلمان. هلا سلمان. لا. الحي يحييك، يا هلا وسهلا سلمان، حياك الله. الله يحييك ويبيك. هلا والله، يعطيك العافيه. يا مرحبا وسهلا،
تسلم عمرك يا الغالي يا العزيز. الله نقول بسم الله. نقول توكل على الله. يلا. والله سؤالك حلو ها؟ جدا حلو. يلا. يلا. بسم الله كفو عليك. والله ما خليك. والله. الله بسمه ما خليك. يقول يوجد أكبر هرم في العالم في العالم. هل هو في مصر ولا المكسيك ولا الهند ولا اليونان؟ الوقت وينه؟ دور الوقت. ها. وقف وقف ثبت. وقف وقف وقف. قول لي. المكسيك. وين؟ المكسيك. ثبت له. ثبت له. قلت لك والله ما خليك وربي مو مخليك بعد. كفو كفو والله كفو. 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 من عندك؟ كفو. أوه عندي العائلة. عندي يوم العيال. كفو. وولي العهد. كفو. ولدي الحبوبة. عسى الله يحفظهم لك. الله يسلمك. ولدك كم عمره؟ ولدي 13 سنة. وعطني يا تكفى خلنا حاجي. وبنتي 6 سنين. يلا. ما شاء الله. عطني يا. شو اسمه ولدك؟ هلا عمي شلونك؟ زين الحمد لله انت شلونك؟ شو اسمك؟ مجد سلمان الحواج. ونعم حياك الله. حالك؟ تبي ابوك يفوز ولا ما تبي يفوز؟ اكيد. صفق له. اجابته صحيحه. صفق له. الحمد لله. سلام عليك. هو هرم يسمونه هرم شيلولا الذي يقع في منطقه بيولا. شو اسمها؟ بيوبلا المكسيكية. ويبلغ حجمه 3.3 مليون متر مكعب، أكبر من هرم خوفو الذي يبلغ حجمه 2.4 مليون متر مكعب. وين وليدي؟ أبوك خذ 100 دينار. الحين نبيك تساعد مع أبوك والوالدة يمك، حتى لو بالتشجيع أو بالتليفون. مع السؤال القادم نبي نخليه رصيدكم 300 دينار. جاهز؟ يلا توكل على الله. يلا توكل على الله. يقول لك برجاء التوائم يقعان في كوالالمبور عاصمة ماليزيا، كانوا أطول برجين في العالم منذ عام 1998 حتى عام 2004. حتى عام كم؟ 2004. حلو؟ حلو. 2004 تغير الوضع. الآن أبيك تشوف أنت وياهم وترد لي أقول لك السؤال. شوف السؤال، يقول شنو اسم البرجين؟ هل هما بتروناس أم المنارة أم كوالالمبور ميريديكا؟ وشقل دور الوقت. منارة. لا 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 عفوا عفوا لا ها؟ إيه بتروناس. بتروناس ثم العيال تقول لي بتروناس. يبقى اسمع مني، خلك مع أم العيال. بنت الحلال. ايش قالت لك؟ ثبت ثبت. ايش قالت لك؟ بتروناس. بتروناس. قالت لك بتروناس. خلك ابيك تاخذ من معاشها. زين؟ زين. تاخذ من معاشها 200 دينار وتعطيها 300 دينار لان اجابتها صحيحه. برافو. كفو. الحمد لله. كفو عليك. حافظك ربي. مع ألف سلامة. عسى الله يخلي لك عيالك. يا دانا. كاب. دانا صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالأخت دانا. شلونكم يبا؟ بخير الحمد لله. الله يسلمك. يا بنت ناصر جاهزة؟ هلا والله جاهزة. منو عندك؟ حاليا بروحي بس الكل خلف الكواليس. الكل يشجع من وراء خلف الكواليس. ها؟ إيه خلف الكواليس. يلا عسى الله يجعلها ليلة مباركة عليكم. قولي آمين. أجمعين إن شاء الله. آمين. شلون معلوماتك؟ أوه ممتازة جدا. حلو. يعني لو أسألك أي سؤال تجاوبين عليه؟ أتمنى. حلو الكلام. سؤالي لك لا تحطون أصبر.
سؤالي سريع سريع. إيه. من الاسم اللي قبل شوي ذكرته وأنا حاكي في الكنترول؟ الاسم اللي لا ما سمعته صراحة. قبل شوية قلت له يا أبو براك. سمعتي ولا ما سمعتي؟ لا ما سمعته. زين راحت عليك الإجابة هذه. محسن. كنت أقول قبل شوي قلت له يا محسن ها؟ سؤالك معنى إيه؟ لا تهين ترى هذا كذي بس ضحك وياك. إيه لا 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 تحاتي لا تحاتي. زين سؤالك يقول إيه؟ شنو هي الحاسة الأضعف عند الطيور؟ الحاسة الأضعف عند الطيور هل هي السمع ولا التذوق ولا النظر ولا الشم؟ دور الوقت. أضعف حاسة بسرعة الوقت راح. ثبت قولي ثبت 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 ثبت. ها ها الشم الشم. ها ها طيحتي قلبي يا بنت الحلال. لا اسم الله عليك سويتي فينا. بغى يروح الوقت خمس ثواني باجي. الظاهر اللي خلف الكواليس تأخروا. لا لا أنا أحب أخذ وقتي بالتفكير بس. زين زين مو وراه في سؤال يروح إذا ماكو وقت. طيب يلا هارد لك علينا ومبروك عليك برافو صح. الشم. أقوى حاستين هي السمع والنظر وأضعف شيء هي الشم لدى الطيور. جاهزة بالسؤال اللي وراه؟ إن شاء الله. يلا تعالي أقولك. دولة في جنوب وجنوب شرق أوروبا تقع داخل البلقان وفي منتصف الدول التي كانت تشكل دول يوغوسلافيا السابقة. تعد مدينة موستار ثاني أكبر مدنها بشكل عام. نشوف تحبين السياحة ولا ما تحبين السياحة؟ اي وايد. تعالي شوفي يلا شدي حيلك. دامك تحبين السياحة أكيد بتعرفين هذه الدولة اللي انت حكي عنها اللي هذا علمها علم أي دولة؟ هل هي كرواتيا، سلوفينيا، البوسنة أم صربيا؟ دور الخمس ثواني ودير بالك من الوقت. يلا أسرع أسرع وقت. ثبت على البوسنة. ثبت على البوسنة. ثبتنا على الزيرو راح الوقت راح. ثبت لها على البوسنة. ها خنشوف اللجنة المحكمة في الكنترول. ها شباب راح الوقت. أيوة ليش أنا كده. وأتينا بالفار بعد ما راجعنا الفار وشفنا ها شفنا هل في تسلل ولا ما في تسلل. إيش قالوا لنا؟ أنت ثبتتي على البوسنة عدل. المشكلة أيوة. أنهم كلهم يم بعض. وين راحت البنية؟ موجودة موجودة أنا. ها ها أنت معانا؟ إيه معاكم بس ما أدري ليش الظاهر صوتي يوصل متأخر. لا 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 يلا شوفي بعد ما راجعنا لجنة التحكيم والحكم راح للفار وراجع وهذا صدر قراره شي يقول يصفر. وين وين الكاميرا؟ عطني يصفر يقول جول. برافو عليك صاحي البوسنة. شكرا حياك الله موفقة مع ألف سلامة. اللي وراه سمير. صباح الخير يا سمير. صباح النور يا هلا حسن. صباح حياك الله يا هلا وسهلا سمير حسن. حياك الله. هلا ايوه سمير حسن اهلا وسهلا بك. هلا ايوه حبيبي هلا حياك الله. شرفتنا في هالاستديو بصوتك. شكرا الله خير وانت شرفت يا اخوي. جاهز؟ جاهز ردي. كفو عليك حبيبي. يقول لك سؤال في اي مدينه يقع مسجد ايا صوفيا؟ هل هو في طرابلس، دمشق، بورصة ولا اسطنبول؟ دور الوقت. ثبت يا اخوي. ثبت يا اخوي. ها والله شوف انا بشير بس اللي يصير. اعتقد بورصة. ها كني ما سمعت.
شنو ما سمعت معناته طلال بس يلا خليها شنو ما سمعت بعد اسطنبول خلص اخ بعد شي ما يبي له ما يبي له يا ابن الحلال مبروك اسطنبول التركية كاردشم هذا غزال وهذه إجابة غزال اسطنبول إيمسن إيم اسطنبول التركية ما يبي له الحمد لله الحمد لله اللهم بارك وخير كمسجد للمسلمين اعتبارا من 2020 ومن بعد ومن أجمل مساجد بعد في العالم هو مسجد آيا صوفيا ويقع في اسطنبول التركية وعندك 17 ثانية ونقول لك السؤال اللي بعده سوق تراثي أسس قبل أكثر من قرن من الزمان ولا يزال هذا السوق موجود في موقعة بمنطقة شرق بالكويت وكان مختص في تصفير الجدور والأواني تعرف السوق شو اسمه؟ أنا مثبت شوف الفيديو شوف الفيديو من غير أي اختيارات شنو اسم هالسوق؟ تبت سوق الصفافير يا أيوة سوق الصفافير روح روح من غير دور الوقت 300 دينار مبارك عليك الله يبارك في حياتك جزاك الله خير ما قصرت يا مع السلامة حافظك الله ضحى يا ضحى يا ضحى يا ضحى ما ضحى سجى ما شاء الله سجى صباح الخير هلا والله ضحى وسجى كلكم على نفس القافية شلون تجيبها؟ تمام الحمد لله حياك الله يا بنت جاسم جاهزة؟ جاهزة إن شاء الله حلو منو عندك؟ زوجي كفو عليه من الآن أقول لك يسمعني ولا ما يسمعني؟ يسمعك كفو عليك حياك الله يا هلا اسم الكريم؟ صالح 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 ساعة المباركة يا صالح إن شاء الله عملنا صالح بإذن الله بإذن الله إذا بتشاركها الإجابة إيه ولا سمح الله لا سمح الله ها 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 ما ضبط الموضوع ها إيه تعهد الآن أمام الناس إنك تعوضها إن شاء الله قول يا رب إن شاء الله يا سجى يقول لك سؤالكم يقول صالح وسجى الزوجين العزيزين ما هي الصورة التي تسمى النساء الصغرى هل هي النور أم المجادلة أم الرحمن أم الطلاق عسى الله يحفظكم ودور الوقت ثبت ثبت أفصحي ما عندك يا سجى صورة النساء شنو لأنه هو شوي بالتلفزيون بعيد عني مو مشكلة مو مشكلة شنو أقرأ السؤال مرة ثانية أقرأ السؤال مرة ثانية ما هي الصورة التي تسمى النساء الصغرى هل هي النور ولا المجادلة ولا الرحمن ولا الطلاق الله يكافينا الشر الطلاق صورة الطلاق إينا. ثبت ثبت سبب تسميتها تعرفين ليش ليش لأنها بيّنت بعض أحكام النساء وشؤونهن ولتميزها عن صورة النساء الكبرى إجابتك صح برافو عليك قولي حق صالح الآن هذا السؤال أنا جاوبت عليه وحصلت على 100 دينار لن ينازعني أحد أبي صالح باللي وراه عاد الحين جاهز يا صالح جاهز جاهز يقول لك أوبوريت يحكي تسلسل الأجيال ودور الأشخاص القدوة في عدة مجالات مثل الفنون والرياضة من آداء الراحل غريد الشاطئ وعسى الله يطول في عمرها سعاد عبد الله والراحل خالد النفيسي وأيضا الكابتن حمد أبو حمد شوف معاي ونرجع مرة ثانية أنت ويا سعد
بلدنا اسم بلدنا. أنا أعمل واجد بكل مجال. أنا عطيت الناس كل الناس معنى الحب والإحساس راح وقتي مع زمانة وأنا سلمت الأمانة. راح وقتي مع زمانة وأنا سلمت الأمانة. شفته يا صالح يا سجى شفته؟ هذا من الأعمال الجميلة أبو ريت، يعني رائع جدا. شفته قاعد أقول هالأعمال إن شاء الله لها ذاكرتها. شنو اسم هذا الأوبوريت؟ هل هي حكاية وطن ولا صدى التاريخ ولا الكويت بين الماضي والحاضر ولا أبناء الكويت؟ وعطني إجابتك أنت ويا سجى. ها دور الوقت. ثبت يا الوقت. ها ما نبي نبي إجابة. رقم 3 اللي هي الكويت بين الماضي والحاضر. صح. أثبت؟ ثبت إن شاء الله. لا أسمع من صالح لأن إذا فيها خسارة صالح خليك وياي ضمني. صالح ثبت. أكيد؟ إيه أكيد. إذا فيها خسارة على حسابك. بعد وعدنا إحنا. اي والله قول تدبسنا خلصنا الحين. خلصنا. حطلع على كويت بين الماضي والحاضر. عدهم نقد طلع وعدهم نقد. زين طلع وعطها. طلع من مخباتنا. برافو عليكم. صح. يا سلام. ما راح تحط شيء من مخباتك. طلعت من مخبات الوزارة عندنا. بالمبارك عليك. صقر يا حياك الله. هلا بالحر يا حي الله. صقر الله يرحم والديك. يا صقر يا ابو فهد ابيك اسم على مسمى. اقنص باذن الله. اقنص على الاجابه الصحيحه لا تطوف. باذن الله ان شاء الله. يلا سؤالك يقول يا صقر وينك بالديوانيه ولا وين؟ اي بالديوانيه. وين الربع اللي عندك؟ لا والله لحالي. يقول لك من هي ملكه تدمر؟ هل هي كليوباترا أم زنوبيا أم بلغيس أم شجرة الدر؟ دور الوقت. ثبت. زنوبيا. ها زنوبيا رقم 2. زنوبيا. حطلع على زنوبيا رقم 2. زين أنت تدري ملكة تدمر تعد أو تعتبر أحد أهم المماليك القديمة التي ازدهرت بشكل أو هي تدمر تعتبر أحد أهم المعال أو الممال. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفيني بسم الله من جديد. زين معلش بسم الله مرة ثانية ما شفيني. تعتبر أحد أهم الممالك القديمة التي ازدهرت بشكل خاص في عهد ملكتها اللي هي منو اللي سألناك عنها. كانت حضارتها تتنافس أو تنافس حضارة الإمبراطورية الرومانية القديمة. أنت قلت منو؟ زنوبيا. عدل ولا لا؟ نعم. وفي بلقيس. ها؟ في بلقيس. ليش؟ ليش رحت زنوبيا؟ توقعت هي. يلا مع السلامة. برافو عليك. صح زنوبيا. ما بيك تخاف. ما بيك تخاف أبدا. ما بيك تخاف. شوف يا سيدي السؤال اللي وراه عندك 100 دينار نبيك تضاعف الربح لا تخلي. زين بإذن الله. يقول لك سلسلة أفلام بدأت في عام 2001 وما زالت مستمرة هذه السلسلة. تروي قصة متسابقي سباقات الشوارع. شوف معاي. شوف فيها أكشن كبير.
شفت هالفيلم ولا ما شفته؟ إلا شفته. شنو اسم هذا الفيلم؟ هل هو تو لاين، فاست اند فيوريز، ام بيبي درايف، ام ماد ماكس؟ وروح ها شغل الوقت. ثبت ثبت للوقت ها. رقم 3 بيبي درايف. اكيد ان شاء الله. فكر، تعال هناك ها قول. اعطيتك فرصه. لا 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 ها رقم واحد تو لاين. رقم واحد اكيد تو لاين ان شاء الله. اثبت ان شاء الله. أنا قلت ما أبي أحد يخسر اليوم. مصمم ثلاث مرات قلت لك. رقم اثنين. ها غيرت؟ إيه. أكيد. إن شاء الله رقم اثنين. الثالث. الحين إحنا والله إحنا نتهت وياك ما أدري شنو اللي ثبت. شنو الإجابة؟ إيه خلنا نسمع شنو الإجابة. سمعني. رقم اثنين. شنو؟ قول. فاست. رقم ثلاثة. لا. ها؟ اثنين يا ولد اثبت. رقم اثنين. اثنين خلاص اكيد. يلا ثبت له على اثنين. على اثنين ثبت له. فاست سريعا ثبت له على اثنين. برافو عليك صح. فاست اند فيوري. يلا مبروك. زين انا قلت الحمد لله. انا اكثر شيء كنت خايف من الاتصالات. الحمد لله الكل تسع اتصالات الكل خذ 300. نبيها ليلة ولا أجمل بعد الفاصل. جاهز؟ شوفه هذاك هو هذاك. شوف هذا. أيوة أشر فيه. بعده أنا وياكم. روح وسجل فيه وتعال لي بعد الفاصل. الله وياك. شكلكم تقول ايه معود هذه الاسئله ابو ليه قبل شوي. شكسبير نفول ان شاء الله. بالبركه يبا بالبركه. سؤال سريع 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 سريع. يقول لك لك خبره في النفط. حطه خضر يستاهل. حطه خضر. حياكم الله. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام. تحدي الحروف صار له طابع خاص بروحه. ممتع مربح معلوماته قوية إن شاء الله بإذن الله. الكل مستمتع فيه سواء اللي معانا موجودين في الاستديو اللي يقول لهم أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله. الله يحييك ويسلمك. أنا كل ما حد يجي مكانكم يخاف. ليش؟ ها؟ ما أدري. لا ترتبكون. اللي أنت كنت وتر. لا. شوف انت يمكن اوترك بس بالنهايه بتطلع ربحان بكل الاحوال سواء 750 ولا 250. الله يعطيك العافيه. يعني هذه للمتعه فما عليك مني اذا وافق من اجابتك. هذه لازم جو الحلقه لازم يصير بهالطريقه. جاهزين؟ جاهزين. تعرف على اسماءكم؟ بدريه فلتاوي. حياك الله يا بدريه. شافي محمد الهاجري. او نعم. وعليك زود. قبل فتره طلع معنا واحد هاجري ما شاء الله معلوماته قويه على طول تبارك الرحمن. بدريه بتواجهين الهاجري. بينك وبينه هني نقطة هني نقطة هني نقطة هني نقطة. صاحب أكبر عدد من النقاط خلال خمس أسئلة نقول له حياك الله 750 دينار تستاهلها. جاهزين؟ جاهزين. أمام كل واحد فيكم سيظهر حرف. دور في فلك هذا الحرف. بدرية حرفك حرف الزاء أو الزين أو الزاي ينطق بكل الطرق. أما الهاجري حرفك حرف الضاء. الضاء. جاهزين؟ حلو. اللي أوصيكم فيه دائما فكر في الإجابة
بدايتها تكون بهذا الحرف. يلا مع بدرية الإجابة. والله أنتم مخوفيني مو أنا اللي مخوفكم. سؤالك يقول يا بدرية، ودائما الأسئلة الأولى تكون سهلة وسلسة بس إن شاء الله بطل الغول الهاجري فتح يلا. يقول سؤالك بدرية، الاحتفال بالزواج يسمى ب شقل الوقت. زواج لا حرف الزاف ها يبقى الليلة ليلة زفاف. زفاف لازم أعلم رفقا ها. يلا ولا تهاتي بعطيك شيء عشانك، أنا ساعدتك لازم أساعده زين لك. عندي واحدة محفوظة ترى ها وهي تشهد. جزاك الله خير. يلا الهاجري شافي تفضل. يقول لك سؤالك، نهى الله تعالى عنه وقال إن بعض الظن بعض شنو هو؟ إن الإثم ظن. ساعدتك ولا ما ساعدتك؟ جزاك الله خير. برافو عليك صح. الآن أديت دوري وعندكم السؤالين الجايين بسطاء شوية. لازم أنا مثل ما ساعدتك لازم أساعده. سؤالك يقول، كائن حي ليس لديه صوت. زواحف. شقل الوقت. يلا شافي يعرف. كائن حي قلت كائن حي وزواحف كان حي بس لا أبي اسم الوقت. زرافة. زرافة برافو عليك صح. شافي سؤالك يقول، اسم يبين زمان حدوث الفعل يعرف بماذا؟ شقل الوقت. ظرف زمان. يا سلام صح ظرف زمان برافو عليك. الحين إجابتين صح وإجابتين صح، لا زلت في حارة الأمان. سؤالك السؤال الثالث لبدرية يقول، ما هو الكوكب الأقرب إلى الأرض؟ شقر الوقت. زحل. الأقرب إلى الأرض. زهرة. كوكب الزهرة. زحل ولا زهرة الحين قبل الوقت لا يخلص بسرعة. زحل. آخر فرصة. كوكب آخر زهرة. زهرة ولا زحل. زهرة. الزهرة حط لها صح. الزهرة هم ساعدناك. السؤال الثالث لي شافي ولا تحاتي أراعي المسألة. والله شافي طالع بالكاميرا يقول ما هي قاعد يعني تساعدها ومخليني لا بساعدك. يا رجل أنا قبل شوي أعطيتك الإجابة بلساني. أنت مدرس تربية إسلامية؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سؤال سهل لا تحاتي بختار لك سؤال سهل. يقول لك لا يرى إلا في النهار أو عند توفر الضوء. شغل الوقت. الظل. شو رأيك بالسؤال؟ سجل له صح برافو عليك. سألتك ثلاث أسئلة وما قصرت، وسألتك ثلاث أسئلة والحمد لله ما قصرت. الآن لا يوجد أي مساعدات، الآن دخلنا مرحلة الجد. لا راح تلقى مساعدة ولا فكر ودور في فلك الحرف.
السؤال الرابع لي خليك وياي خليك وياي السؤال الرابع لي بدرية سؤالك يقول درجة علمية عالية تسمى شق الوقت عندي السؤال درجة علمية عالية تسمى راح خلص الوقت زمالة الزمالة أو زمالة عندك ثلاثة صح وعندك نقطة حمراء شافي سؤالك يقول السؤال الرابع ذكر النعام يسمى وشقل الوقت ذكر النعام ظمأ هو ظليل حلوة شبهتها بس يلا حلو ظليل بدرية السؤال الخامس لك إذا جاوبتي صح تنتظرين إجابة شافي إذا جاوبتي خطأ شافي يكون عنده فرصة كبيرة في الربح في إجابة السؤال اللي عنده ويأخذ المبلغ سؤالك يقول حجر عرفه المصريون القدماء بأنه حجر الشمس ما هو شق الوقت زخرف الوقت شخرف زبرجد صعبة ما لوج زبرجد السؤال الخامس لشافي شافي يعلن يصفر ويعلن إجابته الصحيحة يأخذ المبلغ شافي يجاوب خطأ الله يعيننا جاهز بإذن الله يقول لك سؤالك هي العين رقيقة الجفن تسمى بشقل الوقت العين رقيقة الجفن ظل ظلال ضيعك على نفسك الفرصة هي ظمياء ظمياء عندك ثلاثة صح وعندك ثلاثة صح دخلنا في مرحلة الخطر مرحلة الخطر ان احنا سؤال بسؤال سؤال بسؤال سؤال بسؤال شد الحيل بدرية سؤالك يقول من اكبر مدن سويسرا تشتهر بشركات الخدمات المصرفية شغل الوقت شنو هي هذا السؤال من أكبر مدن سويسرا تشتهر بشركات الخدمات المصرفية زيورخ تعرفها شافي زيورخ طيب الآن سؤال عندك شافي تجاوب صح نفس السيناريو سيتكرر جاوب صح تصفر وتأخذ المبلغ سؤالك يقول ما هو علم المترولوجيا شغل الوقت ماذا يعني علم المترولوجيا
علم الظلام، علم الظلام أو الظلمات. الوقت شغال. ليس الظلام وإنما هو الظواهر الجوية، علم الظواهر الجوية. ها ما ودك تخلصين الموضوع؟ يلا سؤالك يقول: الملائكة المكلفة بدفع أهل النار إليها، شغل الوقت، شو يسمونهم؟ ملائكة مكلفين بدفع أهل النار إليها. شايف يضحك يعرف. ما جاني سؤال. أنا ذاي اسمه ببالي بس. يلا. الوقت. شافي أنت جاوب. زبانية. برافو عليك. لكن الإجابة خطأ. كان ودك تقول أخلف هالسؤال لي ها؟ يلا. 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 شافي. سؤالك يقول وهم يتكرر نفس السيناريو، إن جاوبت صح بنصفر ونقول خلاص الحكم أيقن إن أنت اللي فايز. هو المعين والمساعد، شغل الوقت. ظروف. ظروف. لا شخص هو يعني لقب. ظالم. ظالم معين ومساعد. لما يقولك بحر والله ما طلعت. يلا ظهير. ظهير. ظهر وظهير. يقول فلان عنده ظهر. ها يلا سؤالك. سؤالك يقول دولة إفريقية عرفت سابقا باسم روديسيا الجنوبية، شغل الوقت، شنو هي؟ ولو تدورون بفلك الحرف راح يكون أقرب لكم. دولة إفريقية. إيه. شفيك. أنا أول ما يطلب بالي شنو؟ لو جاتني أسئلتها كلها كان جاوبتها. شنو أي شنو؟ زيمبابوي. زيمبابوي. ما جاتني أسئلة. حظك. هو صعب. حظك. صعب. زين السؤال لك. أنت ما عرفتي ولا إجابة عنده؟ ها بدرية؟ اللي قبلها. اللي قبل. سؤالك يقول عكس كلمة اختفى هي، شغل الوقت. ظهر. ظهر. بالمبارك عليك. زين ظهر الحظ. ظهر ظهر النصيب. ما بقول تعال حياك الله. يا هلا وسهلا فيك. يا مرحبا. حيا الله شافي. تعال قدر قدر ابرك ساعه. حياك الله. الله يحييك. مبروك عليك. شرفنا فيكم. 750 دينار. الله يبارك فيك. مبروك بعد. الله يسلمك. ثمان اسئله. ها صار ركلات ترجيح. ركلات ترجيح كانت اصعب هذه. اصعب. لا جا. لا قبلكم كان في اصعب بعد. بالمبارك عليك. 750 دينار. الله يسلمك. تدرس اي فئه؟ ثانوي. ما شاء الله ثانوي تربيه اسلاميه. نعم. عسى الله يوفقك ان شاء الله. موفق خير. مبروك عليك. روح وارجع لي مع ابنيتنا نعطيها 250 دينار تستاهل نعوضها ان شاء الله. جاهزه؟ جاهزه. والله انت اللي ستار. برافو عليك. صح حمد. يا حمد. حمد يا حمد. الوقت الوقت الوقت. صج. روح. يا سلام. وين مخبات الوالد؟ حط 300 دينار. برافو عليك. صح. حياكم الله مشاهدي الكرام. تمت عندنا بدرية بعد محاولات للفوز مع شافي الهاجري.
لكن إن شاء الله تعوض بإذن الله. أبي منك 5 أسئلة راح أعطيك إياهم، تجاوبين 3 صح من البداية ما أكمل الأسئلة إن شاء الله، تجاوبين 3 صح من 5 أبي أعطيك 250 دينار. جاهزة؟ جاهزة. تكفين لا ترتبكين، باين عليك مرتبكة، لا ترتبكين. خليك وياي. سؤالك الأول يقول ستوكهولم هي عاصمة السويد، صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو عليك، أنت صح. حلو. أهم مدنها وأكبرها ومقر الحكومة والبرلمان ومقر إقامة الملكة السويدي هي ستوكهولم. حلو. حلوين. ها؟ يشد الحيل عاد. السؤال الثاني يقول صوت الحمامة هو الصفير، صح ولا غلط؟ صح. لا. ها؟ صح. لا. قلتي لا؟ لا. يعني شنو؟ لا. يعني شنو؟ خطأ. يعني خطأ، وانت صح، برافو عليك. لأن صوت الحمام شو يسمونه؟ يقولك الله. ها؟ هديل الحمام. هديل. أما الصفير فهو صوت النسر. حلو. سؤالك القادم يقول ينبع مدينة تقع في سلطنة عمان، صح ولا غلط؟ صح. عيد علي السؤال. ينبع مدينة تقع في سلطنة عمان، صح ولا غلط؟ خطأ. وين تقع؟ خطأ. عيد علي السؤال ترى. ينبع جنوبية، وين تقع؟ يمن ومبعين، من دول الخليج. أنت قلتي صح ولا خطأ؟ خطأ. أوكي، اعتمدنا خطأ. الحين إحنا نحكي بالمعلومة. ينبع وين؟ فوق 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 في الجنوب، جنوب المملكة العربية السعودية. أنت صح، برافو عليك. مو بعمان، والله مو بعمان، وخايفة ما أدري ليش. أنت برافو عليك، عندها 3 صح. الحمد لله عندها 3 صح. تعالي حياك الله، مبروك. ألف مبروك عليك. شنو خايفة منه؟ ما أدري. بالمبارك عليك 250 دينار. على فكرة حتى لو كنتي ما عرفتي كنت راح أساعدك. ما أبيك، أنا اليوم أقول لازم يطلعون كل المتسابقين ربحانين. بالمبارك عليك. شفتي البرنامج من قبل؟ إيه. تابعينه؟ إيه تابعينه. شلون المعلومات؟ زينة الحمد لله. إذن مبروك لكل من شارك ويانا، أحمد عادل، أمل السعود، أحمد راضي، يوسف ناصر، أيضا سلمان الحواج، دانا ناصر، سمير حسين، سجا جاسم، صقر العجمي، شافي الهاجري. هذولا كلهم طبعا خذوا 300. شافي الهاجري خذ 750، وبدرية الفيلشاوي خذت 250 دينار عيدية. بالمبارك عليك. أنا بعد بعيد وياكم حتى بالعيد، أنا وياكم في هالبرنامج، بس باكر لي موعد معاكم على 1:30 بإذن الله. الله يتقبل منا ومنكم، مع السلامة.